شوربة البطاطا مع الشمندر. بدنا 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي من شعبان، بصل مفروم ناعم، 1 كرات مفروم ناعم، 5 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة، 2 حبة شمندر مقطع ومقشر، 4 أكواب مرق دجاج، كوب كريمة، ملح وفلفل، ملعقة صغيرة بودرة ثوم، ملعقة صغيرة هال مطحون. فرح نبدأ. أول إشي حطينا بس بصل عملناها تحت الهواء حتى ما تطلع الريحة كتير قوية. بعدين نقليها لحد ما دبلت. هلأ رح نضيف لها الكرات ونقلبهم مع بعض، وبعدين نضيف باقي المكونات. تمام؟ لحد الآن تمام، أمورنا منيحة. فإذن البصل والكرات حطينا، بس نستنى. أنا صارت أم طه طالبني بالطبخات هاي بالبيت. آه ولا هي سهلة، شوف ولا إشي. بطاطا طلعوا المقادير، بطاطا شمندر الهال وبودرة الثوم والكرات والبصل. بدك أحرك؟ يا ريت. هو لسه بس عم بستناها تحمى، كأنه العين لسه مو حامية كتير، بس مش مشكلة. رح نقطع الشمندر ورح أقطعه قطع كبيرة، ما بدي أصغره لأنه كله بالأخير رح ينطحن بالشوربة، ما في مشكلة. طيب هلا اذا سمير احنا نزلنا البصل ونزلنا تمام. الكرات بعد ما دبلوا شوي ننزل البطاطا عادي قطع كبيره عندنا وبدنا نحركها معاهم. طيب هلا شوفوا، لانه الشمندر بياخذ وقت زي البطاطا، يعني حتى هو اقسى من البطاطا، فرح ننزله من الاول، ما رح نستنى عليه. فرح نحط الشمندرات اللي عندنا، وزي ما قلنا الشمندر للتلوين، ما تزيدوا اكثر من حبتين، لانه اذا زدنا اكثر من حبتين رح يطلع طعمها كثير حلو. احنا بدنا اياها تعطيها شويه حلاوه بس وتغير اللون، بس ما يكون مؤثر على الطعم. هاي المرحلة اللي بنحب نحط فيها الهيل، طلع كيف رأساً الريحة هلأ بتطلع معك أول ما تبدأ تحرك، وبودرة الثوم. هاي شوية ملح من الأول، لأنه طبعاً هي بدي أحط منيح ملح لأنه حلو الشمندر. بس كيف تحريكي؟ بالله ما هو مبين، والله غير شكل يعني. تفضيلي معك بمشروع شيف، بسوي حالي صغير. شو أنت، بدنا نعمل لك برنامج طبخ لحالك. بسوي حالي صغير هيك وبس، بترفعين الجائزة. خلص ماشي. حاضر، يعني غشي معي بالتحكيم أكيد. هلا حطينا إذن الملح والفلفل، صار وضعهم تمام. رح انزل عليهم المي دافيه، ما رح احط مرقه دجاج لانه انا ما بدي تاثر على طعم، يعني بدي اخذ حلاوه الشمندر بالشوربه. تمام. فبس بنغمرهم سمير وبنخليهم يغلوا. فهلا رح نخليهم على يعني راحتهم، يعني هسه خلص رح نخليهم على راحتهم ليغلوا. وبعدين بدنا نهرس اللي عندنا، اللي هم انا محضرتها. شوف كيف بتصير، بدي افرجيهم المرحله اللي بتوصلها. تمام. بعد ما تغلي بالضبط 40 دقيقه لساعه، بدنا ساعه لحتى الشمندر يطرى. طلع حتى البطاطا اللي عندي صار لونها احمر، هاي البطاطا على فكره من الشمندر. فاحنا رح نوصل لهي المرحله. أنا وبعدين فكرتها شمندر ولا لا؟ لا هي شوف هي الشمندر، هي الشمندر وهي البطاطا. تمام. فهلا بس بدنا نهرسهم، نزيد لهم كريمه بس مش بعد ما نستنى شوي. قوي قلبك ما تخاف يا عيني. رح احط انا شويه كريمه عشان نعمل لونها زهر هلا حلو. وبدي ارجع ازيد شويه كريمه صغيره لانها بتتحمل ونقطه ملح، رح احط كمان شويه ملح. تمام. فهي بقول لك شوربه بطاطا مع الشمندر غريبه شوي على البعض، ولكن صدقوني كثير طيبه. وشوفوا احلى لونها، ولازم تكون كثيفه على فكره اسكى.